الشباب والرياض. طبعا انت في الدوري، لما تمسك الدوري تلاقي من الترتيب العاشر تقريبا وال11 اللي هو الشباب 8 نقاط، الفرق بينه وبين أندية الهبوط 6 نقاط تقريبا، لذلك هو الآن في خطر. تجي على ضمك والأخدود والطائي والرياض ب7 نقاط، لذلك هي مباراة أصلا الشباب بادي فيها. الشباب آخر مبارتين، لعب فيها تقريبا فاز فيها وخسر من الهلال، ويبغى يبتعد عن المناطق هذه ويدخل المناطق الدائمة. بالتأكيد الشباب عنده عمل كبير جدا جدا، يعني استقرار إداري أنا أعتبره الآن اللي قاعد يصير فيها. نادي الرياض بوجود، يعني تستغرب أنت لما تجيب مدرب هجومي وبعدين تعطيه الأدوات هذه، تأكد ما راح يحقق لك شيء أبدا. يعني لما فيها جانب أستغرب كيف لعبوا من بداية الموسم، لما أقول لك ألنتوسكا هذا الظهير اللي صار هذا واضح وزنه زايد، ولا السنتر اللي معاهم، أنت لك أن تتخيل أن أجانبه أو يعني سجلوا هدفين فقط، بس يعني أجانب سجلوا هدفين فقط، يعني معناها أنه ما منهم أي فائدة. تجي لهم المحليين اللي استقطبهم عسيري زقعان كردي ما يلعبون أساسيين، فلذلك لو تجيب أي مدرب الآن الموجود عندهم ممكن ما ينهض بنادي الرياض. لذلك نادي الرياض الآن زي ما يقولون يعني ما لنا له إلا الدعاء، وإذا حد قاعد يعدل في فريقه في الفترة الشتوية.